دعوى قضائية ضد فيسبوك تطالبه ب3 مليارات و200 مليون دولار، ومحاولات أوروبية لجمع 1 مليون توقيع لمنع التدخين، جسر دلال تحفة معمارية شاهدة على عبق التاريخ بالعراق. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. يسعد صباحك يا حلو، يسعد مكان بتنزلو، لما النسيم بيزورنا عنك يا ولف بنسألو. يسعد Pour moi c'est le plus beau des jours sous le ciel bleu de Napoli. Je crois bien qu'il m'accompagnera, que jamais il ne me quittera, il sera mon meilleur ami. يسعد صباحكم من القاهرة الإخبارية، صباح جديد في حلقة جديدة وموضوعات وفقرات مختلفة، دايما في صحبة الزميلات العزيزات. ايوه ده صباح الفل. صباح الخير يا جاد. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. بصوا هو يعني موضوع لطيف خفيف كده، لا ادعي الفضيلة ولا انا دكتور نفساني، بس هو احنا كلنا بنحتاج ان احنا نعرف نتعامل ازاي ساعات في المواقف اللي هي اللي ممكن تخلينا ان احنا نبقى مش في افضل حالاتنا. انا حاول بقولها ايه بشكل لطيف، يعني ما بقاش فيه تجاوز، بس الحقيقه كلنا بشكل او باخر بنتعرض لمواقف او ضغوطات او حاجات بتخلينا ان احنا مش مبسوطين او في حاله غضب في الشارع، في المكان، مكان العمل، في على الطريق وانت سايق. الحقيقه بتبقى مواقف مختلفه. فهل انت لما حد بيتجاوز في حقك هل بتغضب بشكل منفعل زياده؟ هل كتوم؟ هل بتتجاهل؟ هل بتجيد فن التجاهل؟ الحقيقه يعني هو مفيش حاجه صح او غلط، او زي ما بقول مش انا اللي هقول، بس اعتقد الدكاتره علماء الناس ليهم راي في الموضوع ده. صحيح يا جد، يمكن فكره ان انت تتعامل مع مشاعرك خصوصا مشاعر الغضب بتبقى مساله مش سهله ابدا. علماء النفس وجدوا ان التعبير عن الغضب سواء كان فردي او عام هو امر صحي، لكن بشرط واحد، انه يكون بحدود. فكره الحدود دي بقى طبعا بتختلف من شخص للتاني، خصوصا ان كبت الغضب لفترات طويله بيؤدي احيانا كتير لظهور اعراض أسوأ من الغضب نفسه، بعضها بيصنف كنوع من أنواع الأمراض النفسية زي الانعزال أو الفصام أو التوتر الدائم والقلق. كمان بتؤدي الحالات النفسية الناتجة عن كبت الغضب لأمراض جسدية، وهي ما يطلق عليها الأمراض المتحولة نفسيا أو الأمراض النفس جسمية، واللي بتظهر على شكل أوجاع في الجسم وأمراض مختلفة. يمكن الكلام اللي أنا قلته من شوية ده هو الكلام النظري لمسألة الغضب وكبت الغضب، لكن لو هنتكلم بشكل عملي فزي ما أنا قلت كبت الغضب أو التعامل مع فكرة الغضب دي مسألة بتختلف من شخص للتاني، بتختلف تعليمك، بتختلف لبيئتك، بتختلف للحالة النفسية اللي أنت فيها في اللحظة اللي حسيت فيها بالغضب. كمان الطرف الآخر، يعني حد غريب عنك أو حد تعرفه، كل دي عوامل كتير جداً بتخلي حدة الغضب او قلته يعني. وبتخلي فكره ان انت تتعامل معاه او تتحكم فيه مساله متفاوته ونسبيه جدا يا ايه، مش ثوابت. طب ايه لو انت اتعرضتي لموقف وحسيت ان انت متضايقه جدا، بتتعاملي ازاي معاه؟ يعني او انت بتلاقي راحتك في التعامل مع الموضوع ده ازاي؟
بص يا جدع، هو كلنا اكيد بنتعرض لحالات غضب بغض النظر اي، في احيانا بيقولوا ده الشخص ده هادي مش بيغضب مش بيتنرفز، لا كلنا حتى الشخص الهادي بيجي له اوقات في مواقف معينه وممكن يغضب فيها ويثور يعني. هي الفكره انه ازاي تواجه غضبك ده، ازاي تقدر تسيطر عليه وتديره بشكل سليم، حتى عشان ده زي ما داليا قالت ما ياثرش عليك انت نفسيا وينعكس عليك في شكل اوجاع وفي شكل امراض مختلفه. هي دي الفكره، وهو ده ازاي نقدر نحد من حالات الغضب اللي احنا ممكن نتعرض ليها. انا زي ما داليا قالت يمكن على حسب الشخص اللي بتعامل معاه، احيانا لو هو ممكن يكون شخص قريب مني متفهمني ممكن يكون فاهم حاله الغضب اللي انا بتعرض لها دي، او ممكن يكون مدرك ده، واحيانا ممكن يكون كمان قادر يمتص غضبي في الوقت ده. صحيح. ممكن لو شخص غريب لا، ممكن اظهر له غضبي بطريقه معينه، بطريقه تون معين مثلا في صوتي او بطريقه كلامي، مش بحاله الغضب اللي انا ممكن ابقى بشكل عام العاديه. إن لازم ان انت تعبري عن غضبك، فكره ان انت تكتمي الغضب ده زي ما داليا قالت او العلماء النفسيين قالوا ده مش صح خالص على صحتك، سواء على المدى القصير او المدى البعيد، انك تكتم الغضب ده مش مطلوب. بيكون من الحكمه في لحظات معينه انك تكتم الغضب وتتعامل انت وتتفاعل معاه، لانه احيانا كتير برضو يا جد مش بيكون مسؤوليه الشخص اللي قدامك. صح. على فكره احيانا بنغضب لاسباب خاصه بينا احنا، وضغوط احنا لاسباب داخليه جوانا، يبقى قدامك ملوش ذنب. خلي بالك احيانا تراكم مواقف معينه بيخليك في لحظه معينه تطلع رد فعل مبالغ في موقف بسيط، على فكره في موقف بسيط ولا يحتمل. انت قلتي حاجتين بصراحه يقف منتهى الاهميه. اولا مساله الشخص الهادي لما بيغضب، انا مع المقوله اللي بتقول اتقي الشر الحليم اذا غضب. طبعا انا بشوف ان ده صح جدا. ده واحد تاني معرفوش، عارفه اللي هو اول مره نشوفه كده، استغلال فكره ان اللي قدامي هادي فاضغط عليه اكتر. طبعا ده يعني شيء مش انساني خالص. الجزئيه الثانيه فكره انه انا هتصرف ازاي او هتعامل ازاي مع الغضب، كل موقف على حدة او كل حاله ليها الغضب المساوي ليها. موضوع الامراض النفس جسميه كمان طبعا بقى في عصرنا شيء منتشر جدا جدا، هنلاقينا كلنا حتى من غير ما نشعر في اماكن معينه في الجسم بتوجع على فكره، والدكاتره صنفوا ده، يعني الظهر بيكون ليه اوجاع معينه، الرجلين بيكون ليها اوجاع معينه. هي غالبا ما بتكونش اوجاع جسديه، هي بتكون اوجاع نفسيه اتراكمت في جزء معين من نفسية. الجسم فخلت المكان ده بيوجع بشكل مبالغ فيه من غير ما تكون انت يعني بذلت مجهود بدني او ما شابه يعني. وزي ما احنا بنتكلم فعلا يا جاد، فكره ان احنا زي ما داليا كانت بتقول دلوقتي، فكره ان احنا في حالات معينه من الحكمه ان احنا نكتم الغضب فيها، لكن كمان كتمان الغضب المتكرر ممكن يؤذي برضو يا داليا. يعني لا مش المتكرر، انا بقصد في مواقف معينه، في مواقف معينه لكن مع ناس معينه يعني. انت فاهمه انا قصدي ايه؟ يعني فكره ان انا اغضب طول الوقت واثور طول الوقت بشكل مبالغ فيه، ده مش هو ده اللي انا بقى برضو بتكلم عنه. احيانا من الحكمه ان احنا نكتم غضبنا ده، وزي ما كبت الغضب كمان بيؤدي لمشاكل نفسيه، الغضب المتكرر كمان بيؤدي لمشاكل نفسيه، وده يمكن بيؤدي الى افراز مطول يمكن في ضمن الدراسه اللي احنا بنتكلم عنها الى بعض الهرمونات الخاصه بالتوتر، واللي بتؤدي الى تدمير كثير جدا من الخلايا العصبيه. يمكن هذه الهرمونات ممكن كمان تؤدي الى اصابه شديده في امراض خاصه ومتعلقه بالقلب والشرايين. واللي عرفته برضو طبقا للدراسات انه الشخص كثير الغضب زي ما انت قلتي ده ممكن بيؤدي الى تدمير بعض الخلايا العصبيه، ده كمان بيؤدي الى ان هو يبقى عنده ضعف في المناعه. يعني هي ربطوها كمان بكده، فبتلاقي الجسم عندك يبتدي يفرز حاجات مختلفه. بنسمع عن الحزام الناري اللي هو بيظهر على جسم الانسان، بيبقى نتيجه ضغوط شديده تعرض ليها او مواقف فيها تراكمات من الغضب ومنع نفسه من التعبير عنها، وبالتالي بتضعف مناعته، وبالتالي بيحصل كده. دي نوع من الانواع يعني الحقيقه يعني. صحيح. كمان بما انهم يعني بيتكلموا عن الغضب وانواعه، بيكون كمان في الغضب في العمل، الغضب في العمل طبعا هو في يعني صور مختلفه. لانه كمان بقى شيء يعني شائع جدا انه ناس كتير بيحصل لها يعني حاله من عدم القدره على الاحتمال، زي ما الدراسات المشاعر بالظبط، زي ما الدراسات النفسيه بتقول انه الاشخاص المصابين اصلا باضطراب الاعصاب بينفجروا باندفاع، واحيانا كتير يعني بيتم حاله من الجدل سواء مع سلطه في العمل اعلى منك او عموما حتى في المجال العام. عاده ده بيكون لاثبات صحه وجهه نظر معينه او تبرير خطا معين. عاده الناس بتغضب بحده وبتثور بحده في المواقف دي، بس طبعا ده يعني برضو في النهايه مش تصرف سوي، لانه انت في الغالب بتلقي بالمسؤوليه او اللوم
على الآخرين، على اللي قدامك. وفي ناس كتير بتنتهج الطريقة دي. وفي مثل بالمصري كده بيقولك إيه، أخدان الحق حرفة. يعني لو أنت على حق ما توقعش نفسك في الغلط، بحيث أنه بدل ما أنت تبقى على حق صاحب طرف حق تبقى طرف في الغلط. لا، وفي ناس بتلجأ للغضب الزيادة علشان بيشوفوا أن دي طريقة بيحموا بيها نفسهم. أو بيثبتوا صحة وجهة نظرهم. الفكرة بقى أنه يعني الدراسات أو العلم أثبت أنه دول بيكونوا مصابين في فص من فصوص الدماغ، وكمان ده بيأثر على المنطقة اللي بتحرك المناعة زي ما أنت قلت، أو بتتحكم في المناعة. وطبعا المفروض في الحالة دي يلجأوا لجلسات للسيطرة على الغضب. طبعا من المعروف طبعا أن اليوجا والميديتيشن في حاجات كتير بتتعمل علشان الناس تقدر تتحكم في غضبها بشكل أو بآخر. يمكن ما تكونش فعالة على المدى القصير، لكن على المدى الطويل لازم البني آدم يلجأ لده. يعني زي ما أنت قلت يا داليا، فعلا في أحيانا بعض الأمور لو قمنا بيها وقت ما شعورنا بحالة الغضب ممكن تمتص كتير جدا جدا من انفعالاتنا في الوقت ده، بأنه إحنا نقدر نفكر في المشاعر اللي احنا بنحس فيها في الوقت ده، بان احنا نفكر في الاتجاه التاني او الطرف التاني. زي ما انت قلتي ممكن يكون انا فعلا اخطأت في الموقف ده ومش الخطأ الكامل عليه هو، فمش مضطر قوي ان انا اغضب بالشكل ده. كمان المشي المتكرر ده بيساعد جدا في تهدادك في حالات الغضب، الاستماع للموسيقى والتنفس العميق، وكمان فكرة انك تكتب مشاعرك. احيانا التنفيس عن المشاعر بطريقة انك تكتب عنها وتعبر عنها ده بيساعدك جدا بشكل كبير في انك تتخلص جزء منها. بس هي الفكرة أسفة يا جماعة، الفكرة بس إنه مهم جدا يا آية إن الإنسان يكون صادق مع نفسه وهو بيكتب مشاعره أو بالزبط. بيوصفها. لأنه على فكرة برضو أحيانا كتير مش بيكون الإنسان منصف مع نفسه أو حقيقي مع نفسه أو صادق في إنه يوصف مشاعره. بيشوف إنه الأسهل دايما إلقاء اللوم على الآخر، أو إنه أحمل الآخرين يعني مسؤولية أي حاجة بتحصل حواليا. لكن الحقيقة انه دايما بتكون انت او انت او انا، يعني المسؤوليه دايما بتبقى جايه مني او انا المسؤول عن اي حاجه بتحصل. ده انا عايز اقول لك انه دلوقتي بقت يعني وسيله حلوه جدا ان انت تستخدمي السوشيال ميديا، وممكن تسالي السؤال بشكل عام مش لازم تنسبيه لنفسك. يعني لو اتحطيت في موقف الفلاني العلاني تتصرف ازاي، بتلاقي الناس بتتفاعل معاكي بشكل جميل جدا، وكل واحد بيدي رايه وتلقائي، وبتلاقي نفسك اللي هو ايه ده انت شفتي ابعاد مختلفه عن النظره اللي انت كنت شايفاها او وجهه النظر اللي انت كنت مقتنعه ان هي صح 100%. بتلاقي الفكره دي ربما بتتفتت ضيقه، وبتشوفي لا ده في وجهات نظر تانية، وبتخليك ان انت تبتدي تشوفي الدنيا او المواقف بطرق تانية. فاعتقد أنا عايز أقول لك فرصه هايله للتنفيذ. النقطه اللي بتقولها دي مهمه جدا يا جد. حتى الاطباء النفسيين والمتخصصين دلوقتي على وسائل السوشيال ميديا بقى يتبعوا الطريقه دي، ان هم يطرحوا سؤال عام ممكن كلنا نكون بنتعرض له في حياتنا، ونبتدي فعلا نسمع اراء الناس اللي موجوده على صفحاتهم. بتسمع اراء زي ما انت بتقول وجوانب ممكن فعلا انت ما كنتش شايفها، بتضيق ليك نقط فعلا معينه. انا عايز اقول لك ان انت ممكن تبقي متضايقه جدا وموقف حصل معاكي وخلاص هتشدي في شعرك زي ما بيتقال كده، بمجرد ما بتعملي شير للموقف ده على صفحتك على البوست بتهدى جدا. بتلاقي ممكن حد يقول لك نكته بس يخرجك عن الموضوع اصلا، يعني تنسي بقى الموضوع من اوله. او بتلاقي الناس فعلا، لان كل واحد فينا مر بمواقف وتجارب، فبيقدر ان هو يديلك اللي عنده من خبره ويقول لك لا ده تعالى بقى ما اقول لك الموقف الفلاني تتعامل معاه ازاي. فكره المشاركه عموما بتقلل جدا من حده الالم جوه اي انسان. بالظبط. لذلك حتى الدكاتره النفسيين بيعتمدوا طريقه العلاج الجماعي، انه جلسات جماعيه ما بقاش دلوقتي العلاج بيبقى فردي. احساسك انه في شخص زيك حاسس نفس اللي انت حاسه بيقلل جدا جدا من احساسك بالالم. وانا شايفه ان دي طريقه حتى يعني ان هو يوصف مشاعرك جدا. زي ما جد بيقول فكره المشاركه مع حد تاني لو قال اي حاجه ممكن فعلا تهون عليه بشكل او باخر. اصلا في اشخاص ما عندهمش قدره على التعبير عن اللي جواهم، فلو بتلاقي شخص بيعبر بنفس الحاله اللي انت بتشعري بيها فده بيساهم جدا في انك تقدري فعلا تترجمي مشاعرك وتقدري تحلي الامور اللي انت بتتعرضي ليها. معظم الناس ده حقيقي. طيب احنا معانا سؤال الحلقه النهارده. بالظبط. هو يمكن بعيد شويه عن الشاتنج اللي كنا بنعمله دلوقتي، ولكن هو ايضا متعلق بموضوعات موجوده معانا النهارده. المواضيع على فكره كلها متصله بشكل او باخر. القرايه بتهدي الاعصاب كمان.
طيب احنا معانا سؤال النهارده هنوجهه لمشاهدينا ومتعلق بالقراءه لدى الشباب والاطفال، بما ان احنا بننشط فعاليات خاصه بالدوره 54 لمعرض القاهره الدولي للكتاب، والى اي مدى ممكن تساهم القراءه زي ما انت قلتي في تهدئه الاعصاب ايضا، ممكن نقرا عن التحكم في الغضب مثلا، وزياده الوعي بشكل عام. صحيح، وزياده الوعي بشكل عام. الى اي مدى بتشوفوا القراءه ممكن تساهم في خروجنا من حالات الغضب اللي ممكن نشعر بيها وتهدئه الاعصاب وكمان زياده الوعي؟ هنستناكم تشاركونا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، لصفحتنا على موقع القاهره الاخباريه عصمات الخبر. فاصل ونواصل بعد فقرتنا. ويبتدي يوم جديد، شمس تنور كل طريق، نهاركم سعيد بابتسامة تجعل الخير والرزق يزيد. قلنا صباح وعلى الله تبقى الدنيا رايقة، اليوم شكله جميل يا ما شاء الله، حتى الضحكة رايقة على طريقنا ومش في بالنا، فطرنا وشربنا شينا، وده من ده اللي يضايقنا ولا يعكر مزاجنا. لا انسى انسى انسى، نبدأ أولى فقراتنا في صباح جديد لمتابعة لحالة الجو اللي بالتأكيد بيشهد انخفاض في درجات الحرارة، ولكن هنعرف أكتر بالتفصيل عن درجات الحرارة في معظم العواصم والدول العربية مع داليا. أهلا بحضراتكم في نشرتنا الجوية واللي هنبدأها من مصر، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه بيسود طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. أما في السعودية فبتقترب كتلة هوائية باردة من شمال المملكة وبتنخفض على أثرها درجات الحرارة، وبتستمر الأحوال الجوية غير المستقرة على أجزاء من شمال ووسط وشرق وغرب المملكة. أما ليلا فبتسود أحوال جوية غير مستقرة في شرق المملكة وأجزاء من سواحل وسط البحر الأحمر. هنذهب للعراق، حيث تميل درجات الحرارة للانخفاض الإضافي لتكون قريبة من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وبيكون الطقس بارد نسبيا في أغلب المناطق في حين يكون معتدل في المناطق الجنوبية، وأيضا بتنتشر كميات كبيرة من السحب وسقوط الأمطار على فترات في مناطق مختلفة بما فيها العاصمة بغداد. أيضا بتكون الأمطار غزيرة أحيانا في بعض المناطق يصحبها حدوث العواصف الرعدية، وتكون الأمطار الثلجية متقطعة فوق قمم الجبال الشمالية في المناطق الحدودية. أما في الأردن فبتشهد حالة الطقس انخفاض حاد في درجات الحرارة لتصبح بذلك أبرد من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي من 3 إلى 5 درجات مئوية، وبتعبر المملكة جبهة هوائية باردة في ساعات الصباح بحيث يكون الطقس بارد وعاصفا وغائما وماطرا في شمال ووسط المملكة، وتكون هذه الأمطار غزيرة. هنذهب إلى أوروبا وفرنسا اللي بتشهد العاصمة باريس فيها سقوط للأمطار الغزيرة في الصباح، وبيتحول الجو لغائم كليا مع تكون الضباب في المساء.
وأخيرا في إيطاليا بيسود طقس غير مستقر على أغلب الأنحاء، كما تشهد العاصمة روما غيوم متفرقة مع تكون الضباب الخفيف. دلوقتي هنذهب للتعرف على درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية. درجات الحرارة بتنتهي نشرتنا الجوية النهاردة، ودلوقتي هننتقل لجاد وآية للتعرف على آخر أخبار الاقتصاد. شكرا داليا. دلوقتي هنتعرف على آخر أخبار أسواق المال والأعمال في فقرة اقتصادية جديدة. البداية من لبنان، حيث أعلن مصرف لبنان المركزي في بيان له تمديد التعميم الذي يسمح للبنوك بشراء الدولار بلا حدود عبر منصة صريفة التابعة له إلى آخر فبراير المقبل. قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية إن النمو السريع للائتمان في السعودية قلص سيولة البنوك من دون أن يتضح ما إذا كانت الحكومة ستعزز الودائع لدى النظام المصرفي لتخفيف الضغط. وذكرت ستاندرد أند بورز في توقعاتها للقطاع المصرفي السعودي لعام 2023 أنه بينما يشهد إقراض البنوك للشركات زيادة بسبب المشروعات المرتبطة بأجندة رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي وتقليل اعتماده على النفط، فإنه من المرجح أن يمثل توافر التمويل قيدا لأول مرة منذ فترة طويلة.
أعلنت شركة فيليبس للإلكترونيات أنها ستسرح 6000 من موظفيها حول العالم، وذلك لخفض التكاليف، من بينهم 1100 موظفي العاصمة الهولندية أمستردام ومدينة أيندهوفن. الشركة قالت في بيان حول مبيعاتها لعام 2022 أن المبيعات تراجعت وبلغت خسائر الشركة حوالي 6 مليارات و100 مليون يورو العام الماضي. قفزت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا إلى $2.87 للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط $22.80 للبرميل، مرتفعا 54 سنتا. هذا ومن غير المرجح أن يقوم وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء بقيادة روسيا المعروفون باسم أوبك بلس بتعديل سياساتهم الحالية لإنتاج النفط. انكمش الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من عام 2022، إذ تسببت الأضرار الناجمة عن تبعات الأزمة الأوكرانية في التأثير بشكل سلبي وقوي على أكبر اقتصاد في القارة العجوز. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد تراجع بنسبة 2% خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعكس التوقعات التي رجحت استقراره دون نمو عند 0%. تنظر محكمة استئناف المنافسة في العاصمة البريطانية لندن إعطاء الضوء الأخضر لاستجوابات جماعية بقيمة 3 مليارات و200 مليون دولار ضد فيسبوك بسبب مزاعم بأن الشركة الأمريكية أساءت استخدام هيمنتها على السوق من خلال استغلال البيانات الشخصية الخاصة ب44 مليون مستخدم. وللمزيد حول هذا الخبر ينضم إلينا عبر زوم من العاصمة الفرنسية باريس دكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي. دكتور صباح الخير، صباح جديد. طبعا حابين نعرف من حضرتك أكثر عن تفاصيل هذه الدعوة القضائية ومدى جدواها أو مدى إمكانية تحقيقها أو فرض هذه الدعوة القضائية ضد فيسبوك. أولا فيسبوك واجهت وليست الوحيدة، جوجل كذلك، أبل واجهوا، وغيرهم واجهوا دعاوي مماثلة منذ فترة، وهذه الدعاوي هي دعاوي تهدف إلى حماية المعلومات الشخصية. هناك قوانين في أوروبا، ولما كانت بريطانيا جزء من أوروبا والآن بريطانيا تساهم بنفس الطريقة في هذه السياسة، سياسة حماية المعلومات، وهناك كذلك سياسة حماية المعلومات في أمريكا، وهذه السياسات تجعل أن المعلومات الشخصية لا يمكن استعمالها بشكل كامل أو مفرط ضد المستهلكين، أي أن فيسبوك كيف تمول فيسبوك نفسها؟ فيسبوك تمول نفسها عبر الإعلانات، والإعلانات تأخذها وتبيعها على أساس مقايضة بين المعلومات التي تستقيها والإعلانات التي تروج لها أو عن طريقها. وهناك هذا التبادل، فيسبوك لها يعني لها رصيد من المعلومات تجمعها من ان الناس الذين يتصلون على فيسبوك ويستعملون فيسبوك. الذي يفكر ان فيسبوك هو مجاني هو خاطئ في تفكيره. طيب دكتور مجيد، هل حضرتك تعتقد ان هناك سند قانوني ربما يرجح إلزامية او يعني
فكرة يعني التعويض أو ما يعني ذكر بأن يعني الاستجوابات أو نظر المحكمة، يعني هل هناك، هل ترجح أن تطبق هذه القيمة على فيسبوك 3 مليارات و200 مليون دولار؟ طبعاً طبعا وحدث ذلك في السابق. فيسبوك اولا السند اسمح القانوني. اسمح لي دكتور مجيد بودن استاذ القانون الدولي ان تبقى معنا وننتقل مباشره لمتابعه وقائع المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن ووزير الدفاع الكوري لي جونغ سو من العاصمه سول. Now in 2022 واجهنا عدد غير مسبوق من الاستفزازات من جانب كوريا الشمالية. So make no mistake. لا تخطئوا إذن، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتضامن مع جمهورية كوريا الجنوبية وندين هذه الانتهاكات للنظام الدولي والتي تهدد في عدم استقرار في المنطقة. التزامنا إزاء الدفاع عن هذه المنطقة يبقى صارما، فالولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة إزاء ذلك بما في ذلك تعزيز قدراتنا إلى جانب الدفاعات التقليدية والنووية المعتادة. Now we have 28,000. لدينا 28,500,000 من الجنود الأمريكيين الذين يعملون كل يوم مع نظرائهم الكوريين الجنوبيين. إنها أكبر قوات أمريكية منشورة في أنحاء العالم. 매일 한국군과 함께 협력을 하고 있습니다. 이는 전 세계적으로 파병되어 있는 미 병력을 볼 때 가장 큰 규모 중 하나입니다. وهذا يظهر التزامنا الثابت للحفاظ على السلام على شبه الجزيرة الكورية. 평화 유지에 대한 미국의 확고한 의지를 잘 보여준다고 생각합니다. Over the past year, our two countries have made great progress. في الماضي أحرز الدولتان تقدما كبيرا في تعميق علاقاتنا وتعاوننا، وقد وسعنا نطاق تدريباتنا ووسعنا نطاق أيضا التدريبات العسكرية. We increased our coordination. كما أننا زدنا من التنسيق في وجه التهديدات من جانب كوريا الشمالية، بما في ذلك الاستجابات الثنائية التي تبرهن عن استعدادات قواتنا المشتركة. 그리고 3국 간 대응 등을 통해서 긴밀히 공조했으며 이를 통해서 한미 연합군의 능력과 준비 태세를 과시했습니다. ودعوني أشدد على اعتقادنا المشترك بأن التعاون مع اليابان يعزز استقرارنا جميعا وأمننا. كان لدينا مناقشات رفيعة المستوى وقد وضعنا F-22، نشرناها وأيضا نشرنا عدد من المعدات التي ثمت حاجة لها. 로널드 레이건 항공모함 타격탄과 같은 자산을 배치했습니다. ووجدنا سبل للتعاون الوثيق فيما بيننا، بما في ذلك من خلال الاتفاق على تعميق تعاوننا في آسيا الجنوبية الشرقية. لقاء اليوم كان فرصة لمناقشة البناء على هذا التقدم المحرز في خلال عام 2023، وطبعا العودة إلى سول للاجتماع 55 لفرق التشاور. هانغوغول 다시 방문하는 것에 대해서도 이야기를 나눴습니다.
وفيما ننظر قدما إلى الأعوام السبعين المقبلة، أنا واثق من أن ديمقراطيتان ستستمر بالعمل نحو تحقيق رؤيتنا وتحقيق الاستقرار والأمن في شبه الجزيرة الكورية، وأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة. السيد لي، شكرا جزيلا لقيادتك، شكرا لصداقتك، وشكرا للدعم الهائل لهذه هذا التحالف العظيم، وشكرا لاستضافتنا اليوم. والآن سوف نأخذ بعض الأسئلة. كان هذا جزء. We'll now take questions from the media. Please raise your hand to be called for questions, and upon being called, please state your name and the agency you're from before asking a question. Thank you. 네, 질문하실 기자분 손 들어주십시오. 네, 우리 MBN 경 기자님. 네, MBN 권용범 기자입니다. 먼저 이종섭 국방장관께 짧게 하나 질문 드리겠습니다. 한미 양국 간의 확장 억제가 현 시국에서 어떤 의미가 있다고 보시는지, 그리고 더 나아가서 한미일 3국 안보 협력을 어떻게 일어나갈 구상이신지 궁금합니다. 그리고 추가적으로 오스틴 국방장관께서 적시적이고 조율된 전략자산 장기 전개 언급하셨는데, 구체적으로 어떤 것들을 의미하는지 궁금하고요. 마지막으로 재래식 무기뿐만 아니라 무인기가 새로운 위협으로 떠오르고 있습니다. 미국에선 현재 북한 무인기 전력을 어떻게 평가하고 있는지, 또 이번 북한 무인기 침범 사태 당시에 어떤 조치가 있었는지 질문드립니다. This is Kwon Yong-bun from MBN. I'd like to direct my question to Minister of National Defense, Minister Lee. And the question is on the ROKU's extended deterrence. What type of a meaning does ROKU's extended deterrence convey at the current phase? And also, another question is how do you seek to increase and develop the trilateral security cooperation among the Republic of Korea, the United States, and Japan? And also, I have a question to Secretary Austin as well. Secretary Austin, you have mentioned. إذن مشاهدينا، تابعنا وقائع المؤتمر الصحفي المشترك بين وزيري دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية من العاصمة سول. ونعود مرة أخرى إلى دكتور مجيد بدون، أستاذ القانون الدولي، وحدثنا حول الدعوة القضائية ضد فيسبوك. ونستكمل حديثنا مع حضرتك دكتور، وبرحب بحضرتك مرة تانية. ويمكن أسباب تحدثنا، كنا حضرتك بتتحدث عن أسباب الدعوة القضائية ضد فيسبوك، وسؤالي التالي لحضرتك: هل إدانة فيسبوك في هذه القضية ممكن أن يفتح الباب أمام المتضررين للحصول على تعويضات؟ طبعا، لان السند القانوني موجود في الاتحاد الاوروبي، موجود في الولايات المتحده الامريكيه، وموجود في بريطانيا. وفي بريطانيا السند القانوني هو قانون 1998 والخاص بالمنافسه التجاريه. وفي هذه العمليه الادعاء على فيسبوك هو ان فيسبوك لا تعطي الثمن ولا تحدد الثمن العادل بين ما تسديه من خدمات وبين ما تجنيه من ثمار. فيسبوك تجني 98% من دخلها من الإعلانات، أي أن الشخص لما يدخل ويشترك في فيسبوك أو في واتساب أو في إنستغرام أو في غير ذلك من التطبيقات، يكون قبل عقد بينه وبين هذه الشركات، وهنا فيسبوك، ومن هنا فيسبوك تسدي له خدمة مجانية، ولكن مجانية ظاهريا. طيب دكتور مجيد، يعني هذه ليست المرة الأولى، يعني أعلم أن شركة ميتا وهي المالكة لفيسبوك قد قامت بدفع مئات الملايين من الدولارات لمستخدمي فيسبوك بدعوات اختراق الخصوصية، قامت بعمل ذلك. هي الآن تحت وطأة القانون مرة أخرى ومعرضة لدفع قيمة تبلغ حوالي 3 مليارات و200 مليون دولار
تحت دعوة قضائية أخرى، دعوة جمعية ضد اختراق الخصوصية وخصوصية المستخدمين. لماذا هي يعني تضع نفسها تحت هذا الاستجواب الجماعي مرة أخرى؟ لأن الغرامات التي تجبر أن تدفعها فيسبوك وغير ذلك، أبل كذلك وجوجل، وهي ليست بالقدر الرادع، لأن استعمال الإعلانات يدر عليهم وعلى هذه الشركات مبالغ طائلة بالمليارات وبالاف المليارات. يعني حضرتك تقول ان الجانب المادي او العائد المادي من الاعلانات التي تحصل عليها فيسبوك اكبر بكثير من دفعها لاي قيمه تحت ما يسمى باختراق او الدعاوي، فهناك فجوه كبيره ربما يعني لم نعم. وكل هذه القرارات القضائية التي تصدر فيها شقين، فيها الشق الذي يجبر فيسبوك وغيره من هذه الشركات العملاقة بأن يغير في سياساته، وفيها الشق المالي. الشق المالي ليس هو الأهم، الأهم مستقبليا هو الشق القانوني والقضائي الذي يجبرهم على احترام المعطيات الشخصية، لأن الهاتف المحمول الآن يمكن له أن يعطي معلومات شخصية عن الشخص، أين يتنقل، ماذا يأكل، ماذا أين يذهب، وهذا تقليص للحريات الشخصية وسوء استعمال لهذه الخدمات، وفيه جني لأرباح كبيرة على حساب الحريات. وإذا تمادت المسألة بهذا الشكل وبدون أن يقع تحديدها، فإن الحريات الشخصية ستكون مهددة ويكون هناك تدخل في الحياة الشخصية، وهذا لا تقبله هذه المجتمعات الحرة، لا تقبل ذلك. وبالتالي هناك قوانين في أوروبا، هنا في الاتحاد الأوروبي هناك النظام القانون يسمى النظام العام لحماية المعلومات، وفي أمريكا فيها نفس الشيء، وفي بريطانيا هذا القانون الذي هو مسنون من 1998 للمنافسة، لحماية المنافسة. كل هذه الأشياء تجعل أن هناك سلطات تنظيمية لحماية هذه المعلومات. لسوء الحظ هذه الحماية لا توجد في بلدان أخرى، في بلدان العالم الثالث كما يقال، أو في البلدان العربية، ويجب أن يقع التفكير في ذلك، لأن حماية المعلومات هي مسائل أساسية ولا يمكن، وهي كنوز تستعملها فيسبوك لتجني ثراء كبيرا وغير مقبول أمام خلق هذه المعلومات. وهذه القضية ستكون مكللة بالنجاح، لأن هناك دلائل على ذلك، دلائل هذه الخروقات. يعني منذ شهر فيسبوك يعني أقفلت قضية كامبريدج أناليتكس التي كان فيها تلاعب بتفكير الناس في الانتخابات الأمريكية بين بايدن وترامب، ودفعت فيسبوك 725 مليون دولار لإقفال هذا الملف، وهذا اعتراف منها بذلك الخطأ. ولكن هذا ليس بكافي، الاتحاد الأوروبي يعمل جاهدا على أن يضع شروطا دائما أكثر صلابة، لأن فيسبوك وغيرها تتجاوز تلك القوانين بطرق ملتوية ومختلفة يوما بعد يوم، ولكن هناك صراع يومي بين هذه التشريعات وبين هؤلاء الذين يستعملون كل هذه الوسائل لكي يجمعون المعلومات عن الناس
ويتدخلون في حياتهم الشخصيه. بودن استاذ القانون الدولي، حضرتك بتقول انه الرغم من كل هذه المشاكل القانونيه اللي بتتعرض ليها فيسبوك، لا المشكله لا تتعلق بانخفاض الايرادات لديها، ولكن المشكله تتعلق في الى اي مدى ممكن ان تؤثر هذه القوانين في الحد من سياسات هذه الشركات ضد خصوصيات الافراد. شكرا لك على كل هذه التفاصيل دكتور مجيد بودن استاذ القانون الدولي، كنت معنا من فرنسا عبر زوم، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا موعدنا مع أبرز عناوين في قراءة في أبرز عناوين الصحف العربية والعالمية مع داليا. والآن موعدنا مع قراءة لأبرز عناوين الصحف العربية والعالمية. هنبدأ من وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، حيث أعلنت السلطات الكورية رفع إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة باستثناء بعض المنشآت منها المواصلات العامة والمستشفيات. ومع رفع إلزامية كمامات الوجه في الأماكن المفتوحة في مايو من العام الماضي، تلاشت إلزامية ارتداء كمامة الوجه والتي طبقتها الحكومة منذ أكتوبر لعام 2020، أي بعد 27 شهرا من تنفيذها على المستوى الحكومي. وإلى وكالة شينخوا الصينية، حيث حافظ القطاع الثقافي الصيني على نمو مطرد من حيث الإيرادات خلال العام الماضي، وأصبحت أنماط الأعمال الجديدة أكثر مرونة، وتجاوز إجمالي إيرادات التشغيل لكبرى الشركات في هذا القطاع نحو 1.8 تريليون دولار أمريكي العام الماضي، بزيادة بنسبة 0.9% على أساس سنوي بحسب المكتب الوطني للإحصاء في الصين. وإلى موقع القاهرة الإخبارية، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أن مصر من أوائل الدول في منطقة شرق المتوسط التي تبادر بالعمل على الدلائل الإرشادية الإكلينيكية، مشيرة إلى التزامها بالعمل مع جميع السلطات الوطنية والشركاء وتقديم كل أوجه الدعم والاستعانة بالخبراء العالميين من أجل تحقيق هذا الهدف. وإلى صحيفة عمان العمانية، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عمان بنهاية العام الماضي 2.9 مليون زائر، أغلبهم من الخليجيين ب 1.5 مليون زائر، ثم الهنود ب 355 ألف زائر، ثم اليمنيين ب 107 ألف زائر. كما سجلت الفنادق من فئة من 3 إلى 5 نجوم ارتفاعا في إيراداتها لتصل إلى 186 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي، في حين وصلت أعداد النزلاء في هذه الفنادق ل 1.6 مليون نزيل، وذلك وفقا لبيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان. أما صحيفة الشرق الأوسط، كشفت الأكاديمية واللي بتمنح جوائز الأوسكار عن أنها ستراجع حملات الترشيح لجوائز هذا العام، وذلك بعد يوم من تقرير إعلامي أثار تساؤلات بشأن الترشيح المفاجئ للممثلة البريطانية أندريا ريسبورو، وكان قد تم ترشيحها لأفضل ممثلة عن دورها كأم من عازبة مدمنة على الكحول في فيلم تو ليزلي، والذي لم يحظى بالكثير من المشاهدة، ما أحدث صدمة لدى النقاد الذين لم يتوقعوا أن تكون ضمن الترشيحات.
أما صحيفة الصباح العراقية حيث تستأنف المؤسسة السورية للطيران رحلاتها الجوية بين دمشق وبغداد بمعدل رحلتين أسبوعيا في الأحد والخميس اعتبارا من الثاني من فبراير المقبل. وقال مدير عام المؤسسة السورية للطيران عبيدة جبرائيل إن بغداد من المحطات المهمة في خارطة عمل الخطوط الجوية السورية. أما وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية والتي سلطت الضوء على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بالتيمور أكبر مدن ولاية ميرلاند الأمريكية ورابع أكبر مدن الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعد نيويورك وفيلادلفيا، وأوضحت الوكالة أنه سيتم استبدال نفق بالتيمور للسكك الحديدية والذي يربط فيلادلفيا وواشنطن باستثمار ضخم، حيث سيحتوي النفق الجديد على مسارين ويسمح للقطارات بالسفر أكثر من 100 ميل في الساعة. هنذهب لصحيفة الوطن المصرية حيث نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري انفوجرافيك جديد بعنوان سقارة تفيض من جديد باكتشافات أثرية من عصر الدولة القديمة. سلط الضوء على اكتشافات أثرية جديدة وهامة بمنطقة جسر المدير بجبانة سقارة. أما صحيفة لوفيجارو الفرنسية كشفت دراسة جديدة أن واحد من كل 7 كتب تم شراؤها في فرنسا عام 2022 هو كتاب للأطفال. وأوضحت الصحيفة أن حجم سوق كتب الأطفال الفرنسية والذي يحتل المرتبة الثانية في العالم بعد اليابان تضاعف 4 مرات ووصلت قيمتها إلى 381 مليون يورو عام 2022. وللمزيد من الصحف الفرنسية بينضم إلينا من مارسيليا خالد شقيرة مراسل القاهرة الإخبارية. خالد أهلا بك وصباح الخير. طبعا النهاردة 31 يناير اليوم المشهود للمرحلة الثانية من الإضرابات، لو تكلمنا ما هو المنتظر أن يحدث هذا اليوم وما هي القطاعات التي ستدخل هذا الإضراب؟ خالد صباح الخير داليا، صباح جديد، صباح سعيد عليك وعلى الزملاء وأيضا مشاهدي القاهرة الإخبارية في كل مكان. الحقيقة ورغم الطقس البارد أجواء ساخنة تنتظر الشارع الفرنسي والمدن الفرنسية، أكثر من 200 مدينة ستدخل في إضرابات صباح هذا اليوم اعتبارا من 10:30 ستكون في مدينة مارسيليا 10:30 توقيت فرنسا، القاهرة 11:30، أما في باريس فستكون في 2:30، 3:30 بتوقيت القاهرة. الكثير من المدن الفرنسية هذه الإضرابات وهذه الاحتجاجات هي احتجاجات نادت بها نقابات العمال والعمل بفرنسا، أكثر من 8 نقابات فرنسية كبرى وأيضا الأحزاب اليسارية الفرنسية. من المتوقع حسب المراقبين أن تتخطى أعداد المتظاهرين 1,000,000 شخص. توقف الأعداد على قرار الحكومة الفرنسية التي تريد نقل هذه الأجواء من الشارع إلى البرلمان الفرنسي والجمعية الوطنية الفرنسية. عمليات الشد والجذب والقبضة الحديدية ما بين الحكومة الفرنسية من ناحية والنقابات العمالية والأحزاب اليسارية المعارضة من ناحية أخرى داليا، ولهذا كان هناك يعني استنفار أمني تحدث عنه وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانا الذي تحدث عن توفير 114,000 شرطي ودركي لتأمين هذه المسيرات، منهم 4,000 بالعاصمة الفرنسية باريس و2,200 في المدينة الثانية ألا وهي مدينة مارسيليا. وسنكون على مدار اليوم داليا بكاميرا القاهرة الإخبارية لرصد أجواء هذه المسيرات والاحتجاجات الفرنسية وأهم يعني المشاركين في هذه القطاعات وقطاع النقل، ولهذا سمي الثلاثاء الأسود بعد الخميس الأسود، وهذا توصيف وزير الدولة للنقل كليمان بون والذي حذر من عملية عدم وجود كثير من يعني المواصلات في هذا اليوم.
نعم خالد، ربما من أهم الأسئلة اللي بتشغل بال المتابع للشأن الفرنسي ربما جزئيتين. أولا، في المرة الأولى شهدنا نزول 1,200,000 شخص تقريبا، يعني وصحح لي الرقم إن كان خطأ، هل متوقع أن ينزل هذا العدد مرة أخرى بهذا الزخم؟ وأيضا حالة الانسجام الشديد بين النقابات وبين الأحزاب اليسارية، هل من المتوقع أن تستمر طويلا خالد؟ داليا، الحقيقة هذا هو السؤال الذي يعني تحاول أو بيسأله المراقبين هنا، عن هل بالفعل ستنجح النقابات العمالية والأحزاب اليسارية في صف الصفوف الشارع. يبدو أن الأعداد ستزيد، وبصفة خاصة بعد انضمام القطاع الخاص لهذه الأعداد. كانت هناك بعض من الفروقات والاختلافات ما بين النقابات العمالية، ولكن فيليب مارتينيز الأمين العام للنقابات العمال أكد على أنه لا خلاف بين النقابات العمالية في أهمية الوقوف صفا واحدا أمام هذا المشروع الذي وصف من قبلهم غير السوي أو غير العادل بالنسبة لبعض من القطاعات، وهي قطاعات العمل الشاقة حسب وصف النقابات العمالية. يتوقف الأمر عن بالفعل عن مدى وجود أو التواجد الأفراد، وبصفة خاصة أن هذه التظاهرة ستنضم إليها المدارس الثانوية وفئة من الشباب الفرنسي. نعم. وبالنسبة للعدد فهو صحيح طبعا داليا، فيما يخص 1,200,000 حسب طبعا وزارة الداخلية الفرنسية، أما حسب النقابات العمالية فكانوا أكدوا على أنه أكثر من 2,000,000. نعم، خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا في فرنسا، شكرا جزيلا لك خالد، وبالتأكيد سنتابع معك على مدار اليوم ما الذي سيحدث في المرحلة الثانية من هذه الإضرابات التي تشهدها فرنسا. والآن نعود مرة أخرى بعد ختام جولة الصحافة لآخر أخبار ملاعب العالم مع آية وجاد. والآن موعدنا ونأخذكم في جولة في آخر أخبار ملاعب العالم. بتشتعل المنافسة في تونس طبعا في كرة القدم. بنتكلم ليه عن تونس؟ لأنه نجح فريق الترجي بالفوز على النجم الساحلي بنتيجة 2-2 في كلاسيكو الكرة التونسية في الجولة 12 من المجموعة الأولى لبطولة الرابطة التونسية على ملعب سوسة الأولمبي. بهذا الفوز يتقلص الفارق ويحتل الترجي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بفرق نقطة واحدة عن النجم الساحلي المتصدر صاحب 25 نقطة. كان أدار المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود معروف. وإلى إسبانيا، فقد أسفرت قرعة نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا عن كلاسيكو جديد بين ريال مدريد وبرشلونة، فيما وقع فريق أتلتيك بلباو في مواجهة أوساسونا. من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 8 فبراير في ملعب سانتياغو برنابيو، فيما تقام جولة الإياب أول مارس بملعب كامب نو. وكان برشلونة قد تغلب على ريال مدريد 3-1 في كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض. ومن أسبانيا هنروح لدوري الإنجليزي بريمير ليج، وإقالة يعني تطال واحد من نجوم اللعبة، مدرب إيفرتون لامبارد كان أقيل، وكان تم تعيين مدير فني جديد شون دايتش في منصب المدير الفني الجديد للفريق خلفا لفرانك لامبارد.
إيفرتون كان قرر إقالة لامبرد الأسبوع الماضي في ظل تدهور النتائج وتراجع الفريق للمركز التسعتاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة. المدير الفني الجديد للفريق دايتش صاحب 51 عام سبق له تدريب فريقي واتفورد وبرنلي. وإلى السعودية حيث كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي قد حضر في عيادة النادي برفقة الإسباني الفارو غونزاليس لاعب خط الوسط لتأهيلهما من الإصابات التي تعرض لها مباراة الاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي. وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن رونالدو جاهز للمشاركة في لقاء الفتح الجمعة المقبل. الأهلي في المونديال وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر. هاشتاج جديد لدعم النادي الأهلي المصري قبل انطلاق مونديال الأندية تحت شعار الأهلي جاهز للمونديال لدعم وتشجيع الفريق في بطولة جديدة بيأخذها المارد الأحمر. بيلتقي غدا النادي الأهلي المصري مع نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي على ملعب ابن بطوط في طنجة بالمغرب. النادي الأهلي بيشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه بعد ما شارك في النسخة الماضية من المونديال في الإمارات نجح في حصد الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه. خلصت أخبارنا الرياضية، هنكمل معكم بعد الفاصل بعض التفاصيل حول اشتعال المنافسة في الدوري التونسي وباقي الأخبار الرياضية، ولكن الآن نروح لموجز لأهم وآخر الأخبار مع داليا. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز لأهم وآخر الأخبار من القاهرة عاصمة الخبر. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التزام بلاده الصارم بالدفاع عن حلفائها في شرق آسيا ضد التهديدات العسكرية والنووية. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، قال أوستن إن شبه الجزيرة الكورية شهدت العام الماضي استفزازات كبيرة من قبل بيونغ يانغ. من جانبه قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب إن بلاده قادرة على الرد على تهديدات جارتها الشمالية، وأضاف أن بلاده ستجري مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة في فبراير المقبل لردع بيونغ يانغ. يصل اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الضفة الغربية ليبحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسؤولين بالسلطة الفلسطينية سبل التهدئة بالأراضي المحتلة وعدم التصعيد. هذا وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو سعي واشنطن لتقوية دائرة السلام بالمنطقة ودعمها لحل الدولتين ولجهود خفض التصعيد. من جانبه صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن القاهرة تعول على التعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط. وأضاف شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة وبقوة خلال المباحثات التي جرت بينهما بالقاهرة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بمقاتلات F-16. كان مسؤولون عسكريون أمريكيون قد حثوا البنتاغون على منح كييف مقاتلات F-16 لمساندتها في الحرب ضد روسيا. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة لتعزيز قدرتها على التصدي للحرب الروسية أمر غير مستبعد. قال ماكرون في تصريحات له في هولندا إن معايير اتخاذ القرار ترتكز على تقديم أوكرانيا لطلب رسمي بهذا الشأن ولضمان ألا تستهدف هذه الطائرات الأراضي الروسية. وأضاف ماكرون أن ثمة شرط آخر لتزويد كييف بالطائرات يتمثل في عدم إضعاف ذلك لقدرة الجيش الفرنسي.
توقع وزير النقل الفرنسي كليمان بون حدوث اضطرابات شديدة في وسائل النقل العامة، حيث من المقرر تنظيم الإضراب والذي دعت إليه النقابة الفرنسية احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد. وقال بون إن الحكومة لن تتراجع عن موقفها بشأن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، إلا أنها ستبحث عن تقديم بعض التنازلات في بنود أخرى ضمن مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، وهو المشروع الذي سوف يعكف البرلمان على دراسته اليوم. ختام موجز الأخبار، ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب. أيضا يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11.747 رأسي، ويمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، والآن نعود مرة أخرى إلى جاد وآي. شكرا لك داليا، ونستكمل باقي أخبارنا الرياضية، حيث صعدت نجمة التنس المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني ببطولة ليون المفتوحة للتنس، وذلك على حساب الكرواتية أنا كونغو. ولم تواجه ميار شريف مشاكل في تجاوز مباراتها بالدور الأول، حيث انسحب كونغو خلال المجموعة الثانية من المباراة، وذلك عندما كانت ميار شريف متقدمة 6-2 و3-2. كذلك تأهلت البلجيكية مارينا زنفاسكا إلى الدور الثاني بالفوز على المجرية دالما غالفي 6-1 و7-6. والمزيد أيضا من المتابعة عن أهم الأحداث الرياضية بينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت الأستاذ مالك الرقيقي الإعلامي الرياضي التونسي. صباح جديد سيد مالك. في البداية وبدايتنا في حديثنا اليوم عن مباراة قوية وممتعة تجمع ما بين الترجي مع نجمة ساحرية في كلاسيكو الكرة التونسية بالأمس، أشعلت أسرع على الدوري، ما أبرز أسباب تفوق الترجي في رأيك؟ مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. والله الحقيقة البارح كانت المباراة الأبرز في الجولة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، زوج فرق التي تعد الفرق الأكثر حضورا للمنافسة على الدوري السنة. مازال بكري، مازال مبكر باش نحكيو على الدوري السنة في تونس، لأنه النظام في تونس كما تعلمون هو نظام مجموعات وبعض نظام بلاي أوف، لكن الترتيب مهم جدا في هذه المجموعات، لأن صاحب المرتبة الأولى سيتحصل على أكثر نقاط حوافز يدخل بها المرحلة الثانية. إذن مباراة البارح كانت مهمة جدا بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي. النجم لو انتصر لكان ضمن صدارة الترتيب قبل نهاية المرحلة الأولى من البطولة، لكن الترجي اقتلع انتصار مهم جدا يخليه ينجم ينافس على المرتبة الأولى في قبل مرحلة البلاي أوف. طيب الحقيقة تقارب النقاط يزيد من قوة الدوري التونسي، وده أكيد بيعود بشكل إيجاب على الرياضة بشكل عام أو الدورة بشكل عام. تعال نروح للمغرب، حيث تستعد المغرب لانطلاق كأس العالم للأندية. 8 أندية قوية جاهزة للانطلاق وللمشاركة، 3 أندية عربية، الأهلي من مصر، الوداد من المغرب، وكذلك الهلال من السعودية. هل تستطيع الأندية العربية تحقيق إنجاز خلال هذا المونديال، خاصة هناك تواجد قوي من ريال مدريد وفلامينجو البرازيلي؟ شوف الحقيقة باش نبداو واضحين ونتكلموا بصراحة، انتظرنا طويلا الإنجاز العربي في مونديال الأندية، انتظرنا ووصلنا لنهائي عن طريق الفرق المغربية قبل هذا، وصلنا لنهائي عن طريق فريق مازيمبي أيضا في نسخة كانت رائعة للفرق الإفريقية، لكن فلنكن واضحين فإنه الدورة هذه في المغرب نجم تكون لما لا الدورة المناسبة لتحقيق هذا الإنجاز. عندما أتحدث عن إنجاز أتحدث عن وصول لنهائي وتقديم نهائي رائع، يعني نعرفه اللي ريال مدريد فريق يعرف كيف يفوز بألقابه،
خصوصا في مثل هذه الدورات. يعني ريال مدريد البالماريس بتاع ريال مدريد حاجة واضحة وصريحة أنه أي لقب ينافس عليها ريال مدريد فإنه نسبة فوزه بهذا اللقب تعد 80%. إذن صعب جدا أن نرى مفاجأة من هذا النوع. لكن الفرق العربية جاهزة خصوصا على ما أظن فريق الوداد الذي سيكون مدعوما بجماهير. يعني من أهم النقاط الموجودة في هذه الدورة الجماهير المغربية، كما نعرف كما نعلم أنها من أفضل الجماهير العربية، من أكثر الجماهير بروزا، من أكثر الجماهير معناتها اللي تعمل الشو في المباريات. إذن أظن أن الجماهير المغربية ستساهم في تألق الوداد في هذه الدورة. طبعا الأهلي بخبرته القارية والعالمية دائما ما ننتظر النتيجة من الأهلي. وبالنسبة للهلال فإن الهلال بال يعني يقولوا بنجوم المدججة التي تدجج الفريق يستطيع أيضا أن يحدث مفاجأة. ريال مدريد يشارك في الدورة، إذا نسبة فوز ريال مدريد بهذه الدورة هو 80%. لكن أتوقع فوز عربي على فرق على أحد الفرق العالمية، فلامينغو ليس الفريق الذي يهابه الجميع. يعني إمكانية فوز الاختبار الحقيقي سيكون أمام ريال مدريد، ولكن مفعول السحر دائما من قبل الجماهير المغربية. يعني شاهدنا مفعول الجمهور المغربي في مونديال قطر 22، وننتظر المزيد من هذا الشغف وهذا الدعم للأندية العربية، وأكيد للترجي المغربي بكل تأكيد. يعني سيد مالك أيضا اليوم الوداد، نعم سيد ملك أيضا اليوم غلق باب القيد للصفقات الشتوية، ما تقييمك لموسم الانتقالات بشكل عام عربيا وعالميا؟ ما نجموش نتعديه مرحلة الانتقالات هذه دون الحديث عن انتقال رونالدو للنصر. انتقال أحدث نقلة نوعية. اليوم نتحدث عن مودريتش، مارسيلو، ليمالي، ميسي، نتحدث عن جميع أصبح ليس اليوم ما عادش نقولوا انه فما حاجه مستحيله بعد انتقال رونالدو للنصر. فانه السوق العربيه، السوق الاسيويه دخلت من قبل نقول، لكن السوق العربيه اليوم اصبحت يعني جديه في المنافسه على الفوز باسماء كبيره. الحقيقه نتاع ربي معناتها انتقالات مهمه حدثت في هذا الميركاتو. خلينا على الصعيد العربي نقولوا انه اهم انتقال هو انتقال كريستيانو رونالدو لفريق النصر. وما انتقالات اخرى مهمه ايضا، من كيف ما كنا تحدثنا في المره اللي فاتت كنت تحدثت معكم عن انتقال كريستو للاهلي المصري. ربما ليس الانتقال الذي انتظره الجميع، لكن انتقال من النجم الى الاهلي انتقال اكيد سيكون مهم تاريخيا للزوج فرق. على الميركاتو على الصعيد المحلي في تونس ما كانش فما انتقالات كبيره. ربما النجم السحري كان الفريق الافضل في الميركاتو، عرف كيف يخطف بعض اللاعبين في المكان المناسب. كما يتابع الدوري المصري ورانا الأهلي والزمالك كالعادة يتنافسون من أجل انتقالات أفضل. الإسماعيلي بحاجة إلى انتقالات في الفترة الحالية، خصوصا مع نقولوا نحن القوة الإدارية اللي ولدت عند الإسماعيلي بوجود كابتن ميدو وقوة تأثيره على اللاعبين لإقناعهم بالانضمام للدراويش. وربما انتقال آخر كان مهم بما أني هنا أزاب للدوري الكويتي، يعني اللاعب القطري حسن عبد الكريم اللي كريم عبد الحسن اللي موجود حاليا في فريق الزهراء الكويتي والقادم من السد القطري، والذي يعد أحد أبرز المحترفين الموجودين هنا. وبالطبيعة ما زال الحديث كبير حول انتقال هذا اللاعب، فهل سيستطيع اللعب مع الزهراء أم لا، خصوصا وأن فريق السد القطري أصدر بيانا أكد فيه أن اللاعب لم فسخ عقده فقط من طرف واحد، وأن السد غير لحد الآن غير موافق على فسخ هذا العقد. متابعة شاملة ووافية من زميلي الإعلامي الرياضي الأستاذ مالك الرقيقي، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من الكويت. أكيد لينا موضوعات وفقرات تانية هنكملها مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل. مصر عباءة منسوجة من رحيق التاريخ وعبقرية الجغرافيا، كلمسة الريح على ورقة شجرة.
إنها الوطن الذي نكبر فيه ومعه، أم الدنيا التي يمر عليها الزمن برهافة كأنه قصيدة. في الشرفات التي تتجمل، وعلى ضفاف النيل الذي يتهادى، وعند تيجان الأشجار، وتحت سفح الأهرامات التي بناها الأجداد، في كل قرية ونجع، في كل مدينة وبلدة، تشهر مصر هويتها مع زقزقة العصافير ساعة الفجر، وخشوع الآذان وأجراس الكنائس، أصوات الباعة الجائلين، وضحكة رفاق العمر وأفراد العائلة. في دفء أسوان وخضرة الدلتا، بهاء الإسكندرية وعراقة القاهرة، أمجاد الصعيد وفيروز سيناء، تلمس روح مصر وقلبها النابض. ومصر ليست فقط عتبة الوجود العالية، وإنما هي قاهرة للأعداد. تحفظ سقف التاريخ وهي تتطلع إلى المستقبل بثقة بقدراتها وأبنائها وبقوتها الناعمة. الصور اللافتات، الرايات والجدران وأعمدة الإضاءة شاهدة على تحولات المدينة في الأعياد والأحزان. وجوه انمحت وأخرى ظلت باقية في زوايا الذاكرة، لتشكل جزءا من تاريخنا الشخصي وتاريخ هذه العاصمة العريقة. إنها قاهرة بمآثرها الحميدة، تدللك كلما طلع النهار، وعندما يهبط المساء اللطيف ويجلب معه ألوان الشفق. وتظل دوما في صفحات مصر حكايات وأمجاد لم تروى بعد. تسلمي يا مصر إنني الفدا، دي يدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا. أهلا بحضراتكم من جديد على القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. في صباح جديد عندنا أكتر من موضوع عايزين نشارك حضراتكم فيه. موضوع لطيف في لبنان، أختين متميزتين في لبنان، زينب وحنان إسماعيل، قدروا أن هم يأسسوا مشروع مهم جدا، هو شركة لإنتاج السماد العضوي للمزارعين. يمكن كمان يا جد الحال موضوع السماد وجوده مهم جدا في الوقت الحالي، خصوصا دلوقتي لأنه بيحافظ على البيئة بشكل أو بآخر، وكمان بيساهم في خصوبة التربة كمان. ونحن فعلا بنواجه تغيرات مناخية كبيرة جدا، وفي مجهودات فردية مننا إحنا كمواطنين ان احنا نساهم في الحد من هذه التغيرات. الحقيقه التجربه دي ساعدت مزارعين كتير جدا، خصوصا في ظل الازمه الاقتصاديه اللي بتعيشها لبنان.
الشقيقتان اللبنانيتان زينب وحنان إسماعيل اللتان تعمل عائلتهما في الصناعات الزراعية. شاهدت المزارعين يكافحون بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد وشعرتا بأن عليهما واجب المساعدة، ونظرا لعدم وجود خلفية في الزراعة لديهما فقد استفادتا من الوقت الذي قضتاه خلال فترة الإغلاق الخاصة بجائحة كوفيد-19 وكرستا وقتهما للبحث عن حلول حتى خرجتا في النهاية بفكرة منتج يحول المخلفات أو النفايات إلى سماد سائل له فوائد عديدة، فهو ينظف البيئة من المخلفات ويساعد المزارعين على تحقيق أفضل إنتاجية لأرضهم. بلشنا بالفكرة من البيت، كنا عم نحضر ويبينار عن مشاكل اللي عم بيعاني منها لبنان من ناحية النفايات وكيف نتخلص من الأورجانيك ويست بالتحديد، لأنه ما حدا عم يقدر يتخلص فيهن بطريقة مزبوطة. بذات الوقت مشكلة المزارعين والوضع الاقتصادي اللي كنا عم نعيش وبعدنا لحديت هلأ، فموضوع فرق الدولار وبذات الوقت انه عم يستخدموا سماد كيماوي عم يأذي بصحتنا عم يأذي ببيئتنا، سو هيدا كله من هون نحن بلشنا بفكرة garbalizer يلي هي from garbage to fertilizer، ونحن بالتحديد بنشتغل organic fertilizer وعم نشتغل على الليكويد. شوي شوي صرنا نكبر أكتر، رحنا على أرض بلشنا عم نحكي ببرميل صغير، رجعنا شوي شوي صرنا نكبر أكتر هون لآخر شيء هلأ وصلنا عم نحكي 480 ألف لتر سنوياً بنقدر نصنع سماد سائل طبيعي 100%. نحن المنتج قبل ما ننزله على السوق ويستعملوه المزارعين منجربه عنا هون بالجرين هاوس كونه هلأ موسم شتوي، وهون منجربه على حوض الزراعية كرمال اللي بيزرعوا بالبيوت ستات البيوت يعني الزراعة المنزلية. الأسمدة التي تصنع باستخدام أنواع مختلفة من النفايات العضوية تكلفتها بسيطة مقارنة بالأسمدة المستوردة، كما أنها صديقة للبيئة مقارنة بالأسمدة الكيميائية. ولتصنيع السماد العضوي يتم تقطيع مخلفات وبواقي الخضار والفواكه أولاً، ثم خلطها لاحقاً بمخلفات حيوانات وطيور مختلفة، ويستقر السماد السائل النهائي في الحاويات المخصصة لذلك. هلا هيدي البراميل برا، هذا عبارة عن دايجستيف مصغر عن الدايجستيف الموجود عندنا بالمعمل. كل برميل بنحط فيه خلطة معينة نشوف المنتج اللي حيطلع معنا. garbalizer خلقت من بعد الأزمة الاقتصادية أو بقلب الأزمة الاقتصادية اللي ضربت لبنان، وأول حدا قدرت تضربه بالزراعة هو المزارع اللبناني اللي عانى من الأسعار اللي كتير عالية اللي ضربت الأسمدة، فلهيك خلقت garbalizer بقدرت أنه تكون عم بتقلل تقريبا من نص السعر اللي هو المفروض يدفعه على الأسمدة الثانية، لأن garbalizer هي locally manufactured موجودة بقلب لبنان، البقية العضوية أساساً موجودين بقلب لبنان، فالتصنيع بيكون عم بيكلف أقل، فلهيك بيقدر المزارع يكون عم يستفيد من البرودكت بأنه يكون السعر أقل عن باقي الأسعار اللي موجودة بقلب السوق. وبعد مرور عامين على مشروعهما أصبحت شركة garbalizer توظف الآن 12 شخصاً منهم 9 نساء بهدف تمكين الإناث من الأعمال التجارية، وتباع منتجات الشركة لنحو 500 مزارع في أنحاء لبنان. يعني إيه رأيك في المبادرة دي؟ أنا حقيقة اتبسطت جدا، يعني التعامل مع التغيرات المناخية ده تجسيد لحلول ممتازة الصراحة. صحيح، أنا لفت نظري الحقيقة جدا إن هم بنتين وبيخترقوا مجال يمكن لوقت طويل جدا هو حكر على الرجال أكتر من السيدات شابات، يعني يمكن شيء غير مسبوق، ومبادرتهم كمان زي ما أنت قلت مفيدة جدا للبيئة، وإحنا كلنا في حاجة شديدة لكل ما يمنع الأثر التغيرات المناخية. وسهل إن هي تعمم يعني على مستوى الشرق الأوسط البلاد العربية، الوطن العربي سهلة جدا. يعني هنروح من لبنان لأوروبا لأنه ظهرت مؤخرا مبادرة مهمة جدا تم إطلاقها. المبادرة دي هدفها الإلغاء التدريجي لبيع التبغ والنيكوتين بهدف تحقيق جيل أو الوصول لجيل خالي من التدخين بحلول سنة 2030، ده من خلال جمع 1,000,000 توقيع من مختلف الدول الأوروبية للتشجيع على تطبيق المبادرة دي على نطاق أوسع. مبادرة أخرى في صالح الصحة العامة، في صالح التغير المناخي برضو، لأنه
هي مش بس بتوعي بأضرار التدخين المعلومة للجميع، لكنها بتحاول ان هي تمنع عملية بيع التبغ من أساسه. وهي طبعا مسألة تبدو جريئة وبتثير شوية تساؤلات عن إمكانية تحقيقها على أرض الواقع. يعني هي فعلا في بعض الدول الأوروبية اللي بدأت تضع قوانين تحد من بيع التبغ والنيكوتين وتداوله، مش بس عملية التدخين نفسها. عشان نفهم أكتر بالتحديد عن هذه المبادرة وآلية تطبيقها في الدول الأوروبية، بينضم إلينا عبر زوم لندن الدكتورة سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين البريطانية. صباح الخير يا دكتور، برحب بحضرتك في البداية. ولو حضرتك في البداية تطلعينا كده عن تفاصيل عن هذه المبادرة ومدى أهميتها للمجتمع الأوروبي. صباح الخير. صباح. من لندن طبعا. هذه المبادرة سامية بحد بكل كلمة أقولها، لأنه من الضروري الآن أن نعرف أن مدار التدخين السلبي ليس على المدخن فقط، وإنما على الذين حول المدخن وعلى البشر جميعا. بالنسبة لهذه المبادرة، إنه من الضروري دعم 1,000,000 توقيع يتم جمعها من 7 دول أوروبية مختلفة من الاتحاد الأوروبي، وسينتهي هذا الجمع من التوقيعات في 16 من شهر يناير كانون الثاني عام 2024. بمجرد التحقق من التوقيعات هذه 1,000,000 توقيع من قبل المفوضية، يقدم إلى المفوضية الأوروبية، وسيتم تقديم الاقتراح في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، وسيتخذ بعد ذلك البرلمان الأوروبي قرارا بعد 6 أشهر من تقديمه، حتى يدخل حيز الوجود ويباشر به في عام 2025. طيب دكتور سامية، يمكن حضرتك شرحتي تفاصيل المبادرة أو آليات عملها هتكون إزاي. أنا عايزة أسأل حضرتك على بعض التفاصيل في اللي تفضلتي بيه. أولا 1,000,000 توقيع، آليات جمع هذا الرقم وليه 1,000,000 تحديدا دكتور سامية؟ وهل التوقيعات دي بعرضها على البرلمان الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي أو أيا كانت الجهة اللي هتعرض عليها، هل هذا إجراء يعني بيعد قانوني أو بيعتد به؟ نعم، هو إجراء قانوني حتى يأخذ البرلمان طريقا لكي يعمل بإيجابية بما يطلبه 1,000,000 شخص، لأن 1,000,000 شخص هو عدد كبير، لأن جميع الناس الآن متذمرين من التدخين، حتى يتبعوا شعار خاص هو يقول اختار الصحة وليس التبغ. وعندما تعطي مثل هذه الرسالة إلى البرلمان الأوروبي، فالبرلمان الأوروبي مجبر بأن يقوم بتنفيذ ما يطلبه 1,000,000 شخص من 7 دول أوروبية. طبعا من الجدير بالذكر الآن في أوروبا ينفذون مكافحة التدخين، وذلك من خلال الحظر، وذلك من خلال زيادة الأسعار. الهدف طبعا هو إنهاء هذه العادة السيئة، وطبعا تساهم المنظمات من خلال الجمعيات الصحة العامة واللجنة الوطنية لمنع التدخين ومكافحة السرطان أن تدعم مطالبها بتوقيع 1,000,000 شخص هؤلاء. طيب دكتورة سامية، هي مبادرة أوروبية بلا شك، دور هنا الاتحاد الأوروبي أو المنظمات اللي بتساعد في مكافحة التدخين، كيف يمكن أن تدعم هذه المبادرة؟ ويعني أنواع أو التحديات اللي ربما ممكن تواجه تحقيق هذه المبادرة على أرض الواقع؟ صراحة إذا توفرت الجهود ستتوفر سبل النجاح في تنفيذ هذا المشروع. طبعا الجد والإخلاص سيكون النجاح السبيل الوحيد لتحقيق ما تصبو
إليه ما يصبو إليه البرلمان الأوروبي. على المنظمات أن تتخذ بجدية قراراً من أجل البشرية جمعاء من خلال تسليط الضوء على المخاطر الكبيرة الفادحة، وباستهلاك يعني هذه السياسات سيكون لها مصير واضح على الصحة البشرية. المبادرة يمكن أن تساهم في تقليل التدخين الذي هو طبعا كما تعلمون هو مضر بالصحة، وعندما يعني يجب أن نعلم هنا يعني أنوه عن حالة يجب أن يعرفها كل مدخن، أن كل مدخن عندما نعم. يبدأ دكتور سامية دكتور سامية يعني عذرا طبعا على المقاطعة، بتفصيلة أخيرة دكتور سامية، أنتوا مهتمين في هذه المبادرة بالوصول لجيل خالي من التدخين سنة 2030، هل كان من الأولى أن تتوجه هذه المبادرة للدول اللي بتبيح بيع المواد المخدرة بشكل قانوني قبل التوجه للتدخين، ولا حضرتك شايفة المقاربة دي إزاي؟ بالنسبة للمواد المخدرة يعني أنا أتكلم عن بريطانيا وعن العالم طبعا، إحنا بنتكلم عن 7 دول أوروبية بالتأكيد فيهم عدد من الدول اللي بتبيح بيع المواد المخدرة بشكل قانوني. نعم نعم تبيح، في هولندا يبيحون، لكن ثبت أن هذا غير ضار فلهذا سمحوا به، وهنا الآن يسمحوا في بريطانيا بأن تذهب إلى أسواق الصحة وأن تشتري، لكن هذا يقلل من الألم. لكن التدخين مضر بالصحة، هل تعلمي أن وفاة الملايين من البشر، يعني أنا كنت أريد أن أقول كلمة واحدة وهذه مهمة جدا لو تسمحي لي، بأن الشخص الذي يدخن هل يعلم أنه في خلال دقيقتين أو 3 من تدخينه أنه يعمل على وفاة شخص كل 4 ثوان من تدخينه؟ بالتأكيد نعم بالتأكيد دكتور سامية، يعني سواء التدخين مضر أيضا المواد المخدرة لا تقل ضررا بل بالعكس ربما أكثر بكثير. على أي حال دكتور سامية الأطرش، لكن لو تسمحي لي نعم سريعا في 30 ثانية دكتور سامية، ليس كل واحد يقدر يستطيع أن يأخذ مواد مخدرة، إنما التدخين في يعني تستطيعين أن تذهبي إذا العمر أكثر من 18 عاما، نعم، أن تذهبي وتشتري علبة دخان. شكرا. الذي سيضر بصحتك وصحة الجهاز التناسلي، نعم، القلب، الأوعية الدموية، سرطان الرئة. شكرا دكتور سامية، بعذرا على المقاطعة لدي الوقت. دكتور سامية الأطرش عضو حزب المحافظين البريطاني، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا في صباح جديد. من أوروبا ومن إباحة أو منع التدخين هنروح دلوقتي للعراق بطبعا معالمها الجذابة، حيث المساحات الخضراء الشاسعة وأيضا وجهات الجبال الشاهقة الجميلة والبحيرات العذبة اللي بتتمتع بمزيج مثالي من التاريخ والثقافة والتراث كمان. يجد جسر دلال ده عنواننا او الفوكس او التركيز عليه النهارده، وابرز واهم المعالم التاريخيه والاثريه بشكل عام في العراق واقليم كردستان على وجه الخصوص. اللي يتفرج يعني زي ما بيقولوا يغسل عينيه كده بس بالفرجه يعني. طيب الجسر كمان ده جاب بيحمل اكثر من اسم زي الجسر الحجري او الجسر الكبير، وهو من ابرز المعالم التاريخيه اللي بتكون مقصد للسائحين والزائرين هناك. أبهر العالم بتاريخه وفنه المعماري، يتلهف الزوار لرؤية تصميمه من كل بقاع العالم، وهو جسر دلال. يقع جسر دلال على نهر الخابور شرق مدينة زاخو في إقليم كردستان بالعراق، يشتهر أيضا باسم الجسر الحجري أو الجسر الكبير، وهو من أبرز المعالم التاريخية للمدينة، وكثيرا ما يكون نقطة التقاء أثناء المناسبات الاجتماعية. يضم الجسر التاريخي 5 أقواس مختلفة الحجم، وطريقه متعرج عريض مرصوف بالحجارة.
جسر دلال هو أحد الجسور التي تم بناؤها في عهد الإمبراطورية البيزنطية حسب نتائج أحدث الدراسات. ربما تم بناؤه في الوقت الذي تواجدت فيه إمبراطوريتان في المنطقة، البيزنطية والساسانية. وفقا للهيكل الهندسي للجسر الذي ينتمي إلى تلك الحقبة، ويرى علماء الآثار أن الجسر كان بمثابة حلقة وصل بين الأناضول وبلاد ما بين النهرين، وبعد قرون لا يزال الجسر القديم يربط بين سكان المنطقة. أهل زاخو لديهم حب خاص لهذا المكان وهذا الجسر، وقد أطلقنا عليه عدة أسماء. إنه مكان جميل يلتقي فيه الأصدقاء. إذا رغبنا في مقابلة شخص ما فربما آتينا إلى هنا لنلتقي معظم الوقت. أعني أنه موقع مفيد. جسر دلال ذو المعالم الأثرية والتاريخية والهندسة المعمارية، بمجرد أن تراه يدخلك في سحر الماضي الذي لا يقاوم. ويبتدي يوم جديد، شمسه تنور كل طريق، نهاركم سعيد بابتسامة تجعل الخير والرزق يزيد. قلنا صباح الخير وعلى الله تبقى دنيا ريتها، كلهم شكله جميل يا ما شاء الله. أهلا بحضراتكم من جديد على القاهرة الإخبارية، صباح جديد مكمل مع حضراتكم. وهنروح للأدب وجماله وفن السيرة اللي بيبقى له تأثير كبير في الرواية المصرية، هنلاقيه موجود وإحنا بنقرأ الروايات المعاصرة اللي عادة بتدور حوالين شخصيات حقيقية أو خيالية. ونقدر نأكد أنه فن السيرة نجح في التسلل إلى الأدب الحديث وأثر فيه بشكل قوي جدا يعني. صحيح يا جد، يمكن كمان فن السيرة موجود معنا بشكل أو بآخر، موجود في كتب التاريخ أو تاريخ الزعماء عموما والشخصيات المؤثرة في كل نواحي حياتنا، ويمكن كمان المصريين تحديدا بيقدروا يعبروا عن هذا الفن بشكل مختلف تماما، بقى جزء كمان من التراث المصري. الجميل يا داليا في الأعمال الروائية أو أعمال المتعلقة بالسيرة اتحولت لأعمال سينمائية ودرامية، وده يمكن كان السيناريو هو اللي بيلعب فيها دور كبير زي بالضبط فن الرواية، وشفناها كمان في أعمال سينمائية ودرامية أثرت في العالم العربي بأجمعه. طيب للمزيد هيكون معنا من القاهرة الكاتب والسيناريست الأستاذ محمد السيد عيد. أهلا بحضرتك معنا أستاذ محمد. يعني حضرتك قدمت أكتر من 75 مسلسل إذاعي وأكتر من 30 سهرة وعشرات البرامج وغيرها من الأعمال والمؤلفات، وحصلت على الكثير من الجوائز كجائزة أحسن كاتب سيناريو في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون. ومن هذا المنطلق يعني عايزين ناخد تعليق حضرتك على الإقبال المتزايد من الجمهور لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد إيه ده يعني بيأكد أنه مازال الكتاب في محور اهتمام الجمهور، وإزاي أن احنا ممكن نستفاد من زيادة القراءة وتأثيره على الوعي وبناء الإنسان. الحقيقة معرض الكتاب هذا العام ما شاء الله زاخر بدور النشر، فيه أكثر من 1000 دار نشر مصرية وعربية وعالمية، الكل بيقدم أحدث ما عنده
من كتب ومؤلفات، بالإضافة إلى يعني أنه بيقدم أعمال بلغات مختلفة للباحثين وراغبي القراءة اللي عايزين يستمتعوا بالقراءة. كمية الناس التي تتردد على المعرض الحقيقة بتؤكد أن مصر بخير. وإن كان أقدر أؤكد أنه الذين يزورون المعرض ليسوا من المصريين فقط، بل من الدول العربية كلها وبعض الأجانب أيضا، لأنه معرض القاهرة للكتاب هذا يعني من المعارض المعروفة في العالم، وبه عدد كبير من الناشرين ومن الأنشطة الثقافية، وبالتالي فهو يعني أداة جذب لكل الباحثين عن الثقافة الجادة والكتاب المتميز، خصوصا وإنه الكتب خصوصا في المؤسسات الحكومية المصرية بتتباع برخص التراب. يعني هناك تخفيضات كبيرة جدا، بحيث يعني يكون في مقدور أي إنسان راغب في القراءة أن يجد عدد من الكتب بأسعار مخفضة يمكنه أن يقتنيها. احنا بنقول ده لأنه ربما هناك إحساس كبير بأنه دلوقتي السوشيال ميديا دخلت فأثرت تأثيرا كبيرا على مكانة الكتاب الورقي. المعرض بيؤكد أنه الكتاب الورقي لا يزال له جمهوره، ولا تزال القراءة موجودة بشكل جيد في مصر وفي الوطن العربي، ولدينا أجيال جديدة تقرأ، وهذا شيء الحقيقة من الأشياء المبشرة والتي يجب أن نسعد بها. نعم، ربما ده شيء صحي جدا أستاذ محمد. يمكن إحنا في بداية هذه المقابلة كنا تكلمنا عن فن السيرة بشكل مفصل، حضرتك سيناريست بتشوف أنه أين ذهب فن السيرة أستاذ محمد اليوم في الدراما المصرية والعربية؟ الحقيقة فن السيرة، أنا ليا كتاب كامل اسمه فن السيرة وأثره في الرواية المصرية، بتكلم فيه عن فن السيرة في الرواية. لكن أؤكد أنه فن السيرة ليس في الرواية فقط، لكنه غزا كل الأشكال الأدبية والفنية المتاحة الآن. مثلا إذا نظرنا إلى السينما سنجد أنه هناك مثلا فيلم مثل الناصر صلاح الدين، فيلم من أوائل الأفلام التي يعني فيلم من الستينات صلاح الدين. هناك أفلام عديدة هي ربما من أحدثها فيلم المصير الذي يتحدث عن سيرة ابن رشد. هناك أفلام عديدة. لو نظرنا إلى التلفزيون هناك سير كثيرة جدا. أنا شخصيا ربما أكون متخصص في فن السيرة في التلفزيون، قدمت الزيني بركات، وقدمت قاسم أمين ومشرفة وعلي مبارك والإمام الغزالي، الأستاذ محفوظ عبد الرحمن رحمه الله قدم أم كلثوم، هناك من قدم يوسف السباعي الأستاذ يوسف الجندي. لكن أستاذ محمد هذه الأعمال العظيمة اللي حضرتك ذكرتها مر عليها يمكن عشرات السنين الآن، وتاريخنا لا ينضب أبدا من سير التي تستحق أن تذكر في الدراما. نعم، الحقيقة هناك أعمال كثيرة، لكن المشكلة هي عند جهات الإنتاج، لأن جهات الإنتاج في النهاية هي المتحكم فيما يقدم. وبالتالي جهات الإنتاج في الفترة الأخيرة لم تهتم كثيرا بتقديم المزيد من السير. أنا شخصيا عندي العديد من السير، لكنها يعني لم تجد فرصة. ربما حين تجد الفرصة في فترة قادمة يعني تقدم للجمهور أشياء ممتعة. يعني وأنا بسعد انه يعني افخر بانه قدمت مسلسلات مثل قاسم امين ومثل الزينة بركات وغيرها من الاشياء التي حققت ارفع الجوائز وقدمت استمتاع حقيقي الى جانب المعلومات للمشاهد. فالمدرسة المصرية في السير مدرسة متميزة، ومدرسة تختلف كثيرا عن المدرسة التركية مثلا. الاتراك مهتمين ايضا بالسير، لكن الملاحظ انه السير التركية تهتم كثيرا بالأمور النسائية والمكائد النسائية، بحيث يكون مسلسل مثلا مثل حريم السلطان
عبارة عن مجموعة من كيد النساء يعني. أما المدرسة المصرية التي تقوم على كتابة السير فهي مدرسة تحقق التوازن بين التاريخ وبين الاستمتاع والجوانب الشخصية للأبطال. أستاذ محمد، يعني بطلب من حضرتك أن تبقى معنا وننتقل إلى مراسلنا أيمن عماد من معرض القاهرة الدولي للكتاب. صباح الخير يا أيمن، ويمكن لو تقول لنا النهاردة اليوم الخاص بفعاليات الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أهم الفعاليات اللي بشهدها اليوم. صباح الخير عليك. بداية يعني أقل من نصف ساعة من الآن وتفتح الأبواب أمام الجمهور المصطف أمام القاعات المختلفة للدخول، والتي مقرر لها أن تدخل في الساعة 10 من صباح اليوم. نذكر السادة المشاهدين بأن يعني هناك خدمة أطلقتها الإدارة الخاصة بالمعرض، وأن يمكن لحجز التذاكر عبر الأونلاين لمنع الزحام والتكدسات أمام شبابيك الانتظار، شبابيك المخصصة للتذاكر. وأيضا بأن كما تعلمين بأن القاعات هنا في هذا المعرض مقسمة لخمس قاعات. القاعة الأولى خاصة بدور النشر الذين تابعين لوزارة الثقافة مع الهيئة العامة للكتاب، والقاعة الثانية مخصصة لوزارة الأوقاف وجناح خاص بالأزهر الشريف، والقاعة الثالثة مخصصة للوزارات وأيضا الدول المشاركة والتي تقدر ب 53 دولة، وأيضا بها ضيف الشرف وهو الأردن الذي يعني خصص له جناح كبير في مدخل القاعة. القاعة الرابعة أيضا مخصصة للطفل طبعا، وهي من أهم القاعات المتواجدة هنا، والتي تتمتع هذا العام أيضا في الدورة 54 بالعديد من التقنيات الحديثة والتي تجذب الكثير من الأسر الذين يصطحبون أطفالهم يوميا أو في زيارات عائلية لزيارة هذا المعرض للتثقيف أيضا والاطلاع على هذا المعرض الذي يعد هو الحدث الأهم عالميا في هذا التوقيت. المعرض أتاح في هذه الدورة الخدمات العديدة وأيضا التقنيات الكثيرة وأيضا منها الأجنحة. هناك جناح خاص تابع للأمانة العامة للصحة النفسية يقدم خدمات نفسية في داخل المعرض للزوار المختلفين لإرشادهم يعني كما تعلمين بأن في السنوات السابقة كانت بتشهد أيضا بعض الاضطرابات النفسية لبعض الفئات من الشباب، وهنا الأمانة العامة للصحة النفسية تقوم بتصحيح هذه المفاهيم وتقديم الخدمات الخاصة للأسر المختلفة لحث أولادهم وأطفالهم على الانتهاج السليم لعدم الاندراج ناحية الأمراض النفسية. أيضا كما تعلمين يمكن على مدار الأيام الماضية المعرض شهد إقبالا كبيرا من الزوار المختلفين الذين توافدوا بأعداد كبيرة على هذا المعرض بشكل كبير، ربما أقل كما ذكرت من نصف ساعة، وتفتح الأبواب المختلفة أمام الجمهور، وأيضا سنتابع مع حضرتكم أهم التفاصيل. إليك أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. ومن كلام زميلي أيمن، أستاذ محمد، أعلنت وزارة الثقافة أنه عدد الزوار وصل لمليون زائر حتى الآن، قدروا أن هم يشاركوا يكونوا متواجدين في معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى الآن. كيف يمكن استغلال هذا الكم الكبير من الزوار لاستمرارية نشر ثقافة القراءة والوعي، وإن احنا يعني يبقى عندنا قاعدة بيانات نقدر إن احنا يعني نستغلها الاستغلال الأمثل؟ الحقيقة إنه الـ 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 يعني المعرض هذا العام في أشياء مهمة جدا لابد أن ننتبه إليها. مثلا إنه مش معرض واحد، هو معرضين مع بعض، يعني في معرض للكبار وفي معرض للأطفال. معرض الأطفال معرض كامل وفيه أنشطة عديدة، ليس فقط الكتاب المقروء فقط، لكن هناك أنشطة عديدة، يعني الكتاب بأشكال مختلفة، الكتاب المقروء، الكتاب المرئي، الأنشطة للأطفال، حكي، حفلات توقيع كتب، أنشطة عديدة
بحيث نجتذب الطفل، لأنه الحقيقة إذا أردنا أن نهتم بمستقبل القراءة فعلينا أن نهتم بالطفل، وده متوفر في معرض الطفل الموجود في معرض الكتاب هذا العام، وكان قبل كده الحقيقة مستقل، يعني كان في معرض كتاب طفل مختلف عن معرض كتاب الكبار. هذا العام نرى أن المعرضين مع بعض، وأنا من حسن حظي أن أنا هذا العام كنت أحد أعضاء اللجنة العليا التي قامت بالتخطيط للمعرض، وبالفعل المعرض فيه أنشطة جاذبة للكل، ليست يعني بيع الكتاب أو الكتاب المعروض جزء فقط من أنشطة المعرض، المعرض فيه جزء آخر مهم قوي وهو النشاط الثقافي. نعم. والنشاط الثقافي فيه تفضلي أستاذ محمد، حضرتك يمكن نعم اتكلمت في تفصيلة أو في جزئية في غاية الأهمية، يمكن كلنا بنشوف في الأطفال دلوقتي بيهتموا أكتر بالتليفونات والأجهزة الإلكترونية أكتر من الكتب، وحضرتك طبعا في النهاية حكاء، يعني أنت كسيناريست في النهاية حكاء، إزاي ممكن يعني دعم أو غرس قيمة وثقافة القراءة عند الأطفال، لأنه زي ما حضرتك قلت هم المستقبل. لابد من أن نعمل للوصول للطفل بوسائل مختلفة. طبعا في عدد كبير جدا من الأطفال التليفون واخدهم طول الوقت، أو الوسائل الإلكترونية زي البلاي ستيشن وزي الأشياء الحديثة. لكن رغم هذا الكتاب الورقي موجود، محاولة تحويل الكتاب الورقي لكي يراها طفل، يعني مثلا هناك تصوير للكتاب وللصور اللي فيه، وحد بيقرأ مذيعة أو مذيع يقرأ التكست النص نفسه، بنوصل له الكتاب حتى وإن كان مش هيقراه هيسمعه في شكل آخر، إن احنا بنحوله إلى رسوم متحركة. في لابد هنا أن أشير إلى أنه في المركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة ويرأسه كاتب كبير الأستاذ محمد عبد الحافظ ناصف، بيقوم بدور مهم جدا في هذا المجال. طبعا مش معنى كده أنه هو الجهة الوحيدة التي تهتم بالكتاب، كل دور النشر بتهتم بكتاب الأطفال، وأنا يعني من الحاجات التي أسعد بها أني أسست كتاب ومجلة قطر الندى للأطفال، ودي متاحة للأطفال وبسعر زهيد جدا، وبنشرك الأطفال في تحريرها، الأطفال بيكتبوا فيها وبيرسموا فيها وبيقوموا بدور مهم من خلال. في أيضا جهات أخرى زي هيئة الكتاب بتقدم مطبوعات للأطفال، المجلس الأعلى للثقافة، الكل بيشارك في تقديم ذات ثقافي للطفل. والجديد دلوقتي أن وزارة الثقافة تسعى أنها لا تتوقف عند الكتاب المطبوع فقط، ولكن تعدد أشكال الأشكال أو السبل التي يوسر بها الكتاب للطفل، خصوصا إذا كان ماسك تليفون. طب أنت ماسك التليفون، طب الكتاب على التليفون، أنت هتقعد على الكمبيوتر، طب الكتاب على الكمبيوتر، وبأشكال مختلفة، بحيث أنه القراءة تبقى جزء من تركيب الطفل، لأنه الطفل لازم يتعود على القراءة من صغره علشان يقدر يعني تبقى بالنسبة له عادة. نعم. ما يسيبهاش لما يكبر إن شاء الله. إن شاء الله، دي نصايح غالية جدا أستاذ محمد السيد عيد السيناريست والروائي، شكرا لحضرتك على وجودك معانا في صباح جديد على القاهرة الإخبارية. يمكن أنا هاخد كلام من أستاذ محمد وفكرة التحول التكنولوجي والعصر التكنولوجي اللي احنا بقينا نعيشه، إزاي نقدر نستغله، ما ناخدش سلبياته بس، ناخد إيجابياته كمان في فكرة إن إحنا ندعم فكرة القراءة يا دالي عند الأطفال من خلال الكتب الصوتية المختلفة، ومن خلال زي ما أستاذ محمد ذكر إنه ممكن نحولها لرسوم متحركة، وهنا بنشد الأطفال أكتر من إحنا نستغل الوسائل دي بطريقة إيجابية بشكل إيجابي أكتر. طبعا يمكن يا آية، يمكن زي ما أستاذ محمد شرح غرس فكرة أنه الطفل يحب القراية في وسط كل الملهيات اللي موجودة حواليه، حقيقة هتبقى يعني خطوة إيجابية جدا. يمكن في فقرة الصحافة أنا كنت ذكرت خبر أنه فرنسا
تاني دولة بعد اليابان في معدلات بيع الكتب للأطفال. طبعا ده مؤشر مهم جدا جدا لفكرة انه القراءة للطفل بتفرق مع الدول، بتفرق في تاريخ دول. أكيد. هو بيبقى مهم انه ولي الأمر او اللي في البيت ان هم يحاولوا من الصغر انهم يغرزوا فكرة حب القراية، ودي بيبقى هو عمل احسن استثمار مع الصغار. بعد كده هو الطفل بقى بيكمل الهواية لوحده، ما بيحتاجش ان انت تحفزه بعد كده. خاصة يا جاد انه كمان الاجهزة الالكترونية يعني طول الوقت بيكون ليها اضرار بشكل او باخر على الاطفال ونموهم العقلي. صحيح. كده وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من صباح جديد، بيتجدد لقاءنا معكم غدا في نفس التوقيت من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر.